ضد القرار التعسفي نتاع غلق المحطه القديمه وفتح المحطه الجديده. على بالك القرار هذا الخطوط الحضريه كامل مات، كاينه سبع خطوط كامل تخدم مع المحطه القديمه هذه، درك باه يحولهم للمحطه الجديده جات في نص البلاد، يعني السركه لاسوليه صرا والماشي تسكر البلاد كامل تسكر. المحطه البريه هي على محطه مشتركه، محطه تاع السكه الحديديه في وسط محطه نتاع السيارات في وسط المحطه نتاع الكيران، وجات في وسط الاحياء، جات في وسط الاحياء ومنعدمه المخارج. زيد على الضيق الذي فيها اربعه اشهر احنا قاعدين، واحد مد لنا قرينا، واحد ما عطف علينا، حتى السلطات المعنيه هذه ما تدخلتش. قدمنا عده شكاوى، قدمنا عده شكاوى للهيئات، قدمنا للوزاره، قدمنا للاعلام، اتصلنا بجميع باش يديروا لنا حل، عوضا انه يديروا لنا حل يروحوا يتخذوا قرارات تعسفي ضدنا ويزيدوا يدفنونا. ثلاث شهور احنا صابرين، الموس اصفر الاعظم ما بقالناش، احنا بنزيدوا نصبروا. قرار مرفوض جمله وتفصيلا.